نعم مشلة، يعني هذا التمرين في دورته الثالثة هنا يعقد في السعودية وتحديدا شرق السعودية في مدينة بقيق. ربما البعض يعزو هذا التمرين إلى المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة وتحديدا الخطر الإيراني الذي يحدق بالمنطقة، ولكن بطبيعة الحال لدول مجلس التعاون الخليجي هذا التمرين هو تمرين اعتيادي أقر من قبل وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجية لعقده مرة كل عامين. اليوم نحن في دورته الثالثة، حيث عقد المرة الأولى في مملكة البحرين ثم في دولة الإمارات في دورتها الثانية، ونحن الآن نشهد هذا التمرين الثالث والذي أيضا يعني يصادف هذه المتغيرات الجيوسياسية والأخطار المحدقة بدول مجلس التعاون الخليجية. بالتالي الهدف من هذا التمرين هو رفع أهبة الاستعداد والجاهزية والتنسيق المتكامل فيما بين مختلف القطاعات التابعة لوزارة الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجية. هذا التمرين الذي امتد لمدة أسبوعين ابتداء من هذا اليوم اكتمل وصول كافة القوات المشاركة من كافة القطاعات دول مجلس التعاون الخليجية، سواء كان اكتمال وصول للقوى البشرية وأيضا للطواقم والمعدات الخاصة بقوى الأمن والتعامل مع هذه الظروف. مثل ما تشاهدين الآن تحت زخات هذا المطر يتم عقد مثل هذا التمرين، وأيضا مشاركة من قبل الطيران الأمني الخاص لوزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجية. بالتالي رفع الجاهزية لأعلى درجة ممكنة فيما بين دول مجلس التعاون الخليجية وتحديدا في قطاعات وزارة الداخلية. نعم شكرا لك حمد المحمود مراسلنا من بقيق.